السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة يوميات أم يوسف مع وصفة جديدة وفيديو جديد. اليوم إن شاء الله غادي نحضر معكم مخيمرات معمرين بالكفتة أو بطبوط معمر بالكفتة بطريقة سهلة وسريعة، ممكن تحضري كمية كثيرة في وقت وجيز. نخليكم مع المقادير وطريقة تحضير مخيمرة تاع اليوم. نبدأ على بركة الله بطريق بالمقادير اللي كنحتاجو في هاد المخيمرات. كيف ما شفتو معايا كنحتاجو هنايا واحد زلافة ديال دقيق الفينول الأصفر، وكنحتاجو جوج زلايف ديال الفورس دقيق البيض، كنحتاجو معلقة صغيرة ديال الملحة، معلقة كبيرة ديال الخل، ومعلقة كبيرة ديال الخميرة العجين الفورية، الخميرة العادية. ما بغيتو تعجنهم بيديكم عجنهم، انا غادي نستعمل غير العجانه. هذا كنديروا فقط معلقه كبيره ديال الخميره. طبيعة الحال غنجمعهم بالماء دافي، كنبداو نضيفو شويه بشويه حتى كتجمع لينا العجينه وكتسدلك مزيان. العجين ما تيكونش مرخوف بزاف، ما تيكونش قاصح، تيكون لين شيئا ما شويه كيف ما غتشوفوا معايا. دابا كيجي العجينه ديالو مطلوقه شويه، صافي غادي نغطي عليه في هاد العجانه نيت، وغادي نخليه حتى يضاعف الحجم ديالو، وندوز ان شاء الله باش نبداو نحضروا في الحشوه اللي غادي نعمروا بها هاد البطبوط. بالنسبه للحشوه كنحتاجو واحد البصله متوسطه كنقطعوها قطع رقيقه، جوج حبه ديال الفلفل الاحمر، الى عندكم الوان ممكن تخلطوهم. كنحتاجو كميه هنايا ديال الكفته، ممكن تعوضوها بالشحمه الى عندكم، الى كنتو كتبغيوها، اولا الخضره اللي بغيتو. كنحتاجو هنا واحد المعلقه كبيره ديال القزبر ومعدنوس. بالنسبه للعطريه كنحتاجو غير تحميره وبزار مليحه وشويه ديال زيت المائده. دابا ندوزو للطريقه. كناخدو مقلاه نديرو فيها البصله، نديرو فيها الزيت، نديرو فيها الملحه، صافي نخلطوها شويه ونسدو عليها، نخليوها حتى كتدبل لينا البصله. هنا من بعد ما دبلت لي البصله ضفت الفلفل عندي هنا ودرتها حتى هي، غادي نغطي عليها واحد شويه بالما طاحت لي شويه الفلفله، ومن بعد عاد نزيد الكفته ان شاء الله. صافي هنا من بعد ما طاحت لي الفلفله درت الكفته، ممكن ديروا الكميه اللي بغيتوا ديال الكفته، انا درت غير شويه فقط. كنديروا قزبر ومعدنوس والبزار والتحميره اللي كانوا بقاو ليا ما درتهمش من الاول، كنضيفهم حتى لهاد المرحله ملي كنبغي ندير الكفته عاد نضيف العطريه. صافي تنخلطوا العناصر مزيان ونغطيو عليها ثاني بالطنجره، نخليوها تطيب ومن بعد نخليوها تبرد. غادي نرجعوا العجينه نلقاوها باللي صافي خمرات ضعفت الحجم ديالها، غادي نزولها من العجانه. هاد المرحله ديال الاختمار راه ضروريه انها تخمر ليكم مزيان حتى يضاعف الحجم ديالها، لان من بعد ما تنخليوهاش تخمر فقط غير تنعمروها وكنبداو نطيبو نيشان، ما تنخليوهاش تخمر مره ثانيه، هي المره الاولى فقط. صافي تنبداو نقطعو على شكل كويرات صغار، المهم كل واحد غادي يدير الحجم اللي بغا، ممكن ديرهم صغار من هكا كيجيو ميني بطبوط صغير معمر بالكفته كيجيو رائعين. انا هنايا شويه درتهم متوسطين، ما كبار ما صغار، يعني كيبقى الحجم على حسب الشتوما شنو بغيتو على حسب الوقت.
حبيت ناخد الكريسات ديالي كنشدهم شكلهم بحال ما هكا نقادو ليهم الشكل ديالهم وتنحطهم بين ما كملت الكميه كامله اللي عندي ديال العجين. صافي هنا من بعد ما كملتهم كاملين غادي نبداو ان شاء الله باش نعمروهم. كما شفتوا الحشوه ديالي هي من حيتها وخليتها حتى بردات على دابا غادي نستعملها ان شاء الله. كما شفتوا كناخذوا كويره بكويره ونغرسوها شويه كنسرحها غير شويه وتنديروا فيها معلقه ديال الحشوه ما نكثروش بزاف. صافي كنبداو نجمعوها بهذه الطريقه هذه المعتاده. صافي كنبدا نجمع بحال ما هكا هاد الكويره ديالي بحال ما هكا كنبدا نلاصق في العجينه. كاين بزاف اللي ما تيعرفوش هاد الطريقه هذه ولكن راه هي ساهله كيف ما كتشوفوا راه ما كاينش مسهل منها. راه نبقى على هاد الحال حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي ديال البطبوط كل وحده ندير فيها معلقه ديال الحشوه. صافي تنجمعها بحال هكا وتنخلي نحطهم جانبا. شريتي شي يجي الشكل ديالها مقاد مصايب هو هذاك. صراحه هاد الخميره هادو راه كيوجدوا فيه ساعه ما كيتعطلوش نهائيا على عكس انك تعمريهم بالطريقه القديمه اللي كانت نعمروهم ونقرصوهم ونخليهم مازال يرتاحوا شوي. هادي غير قرصي وطيبي النيشان. هذه الطريقه اللي نبقاو عليها حتى كنكملوا ان شاء الله كلشي الكريسات اللي عندنا كاملين. جاتني الحشوه مع الكريسات تقدس ما جا كلشي حد في القد هو هذاك. صافي دابا من بعد ما كملت كلشي كندير المقلات تسخن وكنبديت هنا كنطيب هنايا. راه درت شي جوج قبل ولا ثلاثه كيف ما شفتوا دايره العافيه متوسطه وخليتهم كيطيبوا بحال هكا على خاطر ملي كدوز كرصو فيهم كرصهم يكونوا شويه رقاق ما يكونوش غلاض. صافي كتبداو تقلبوا مره مره باش ما يتحركش ليكم تردوا ليها البال. صافي كيجيو غزالين كيجيو فنين غادا بحال ما هكا يا طيب وحده نحيدها نضيف الثانيه وغدا هكا حتى كنكمل الكميه كامله اللي عندي. كتلقاو راسكم انكم درتو كميه كبيره في وقت وجيز يعني في ساعتي وجدوا. حلك حتى بالنسبه للناس اللي كيوجدوا لي كوموند وهذا راه الطريقه سهله باش يوجدوا بها هاد المخيمرات هادو ما كتشدش الوقت نهائيا. ايوا هنايا صافي كملت الخيمرات ديالي راهم وجدوا ليا بسرعه كيف ما كتشوفوا راه كيشهيو مع واحد البريريت ديال اتاي وانا برا. كنتمنى ان الوصفه ديال اليوم تعجبكم وما تبخلوش عليا بالاشتراك في القناه ديالي اللي اول مره تشوف القناه وبالبارطاج مع اهلكم واصحابكم والى فيديو اخر ان شاء الله. الى عجبكم ما تنساوش ديروا لايك 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 وتعليق زوين الله يجازيكم بخير. كيف مشوا انا من بعد ما حليتها راه كيجيو غزالين ومحلولين من الوسط كيجيو فنين. ايوا كنتمنى انكم تجربوهم وتخليوا لي شي كومونتير زوين والى فيديو اخر ان شاء الله. السلام عليكم.